متتبعي قناة الفاسبوريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص مرة أخرى. غادي نرجعوا للموضوع تاع الإعانة اللي قدمتها الحكومة لمهني النقل الطرقي. واش الإعانة اللي قدمتها الحكومة كانت كافية لمهني النقل الطرقي، خاصة مع الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات؟ واش سائقي السيارة الأجرة اللي هما تيخدموا نهار على نهار استفدوا من هذه الإعانة؟ وعلاش يعني ما كانش واحد التفكير جدي في حل المشكل بصفة شمولية من أجل يعني عدم تكرار المآسي والمعاناة اللي تخبط فيها مهني النقل الطرقي جراء التزايد المرتفع لأسعار المحروقات؟ من أجل مناقشة القضية نستضيف السي مصطفى الكحل، الكاتب العام الوطني للنقل الطرقي التابع للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. السي مصطفى مرحبا بك. مرحبا السي أحمد، وتحية لك وتحية للطاقم الأنفاس بريس استضافة، نشكركم. سي مصطفى كحل مرحبا بك. في الوقت اللي الحكومة عطات إعانة أو مساعدة لمهني النقل الطرقي لبعض تاع سائقي السيارات الأجرة، يعني انتفضوا قالوا هادشي ماشي معقول، بأن الدعم خصنا ناخذوا حنايا ولكن اللي خذوا الدعم هما أصحاب الطاكسيات. أشنو رأيك في هذه الموجة تاع الغضب بالنسبة لسائقي السيارات الأجرة؟ هو بالفعل سي أحمد الموضوع ديال اللي خلق لنا واحد الضجة وفتنة. فتنة اللي تزادت على الفتن اللي خلقت لنا هذه الحكومة الحالية، وما اعتبرناش إعانة، هي إهانة في حد ذاتها، إهانة في حق واحد العدد ديال المواطنين والمواطنات اللي كيشتغلوا في هذا المرفق العمومي اللي هو لا قطاع الطاكسي ولا قطاع نقل المزدوج ولا نقل البضائع لحساب الغير ولا أنماط النقل الأخرى، لأنهم كانوا ينتظرون أن الحكومة غادي تجيب دعم في واحد العدد ديال الضوابط، فيه فيه في يعني فيه يعني في الطيات ديالو الخروج من الأزمة، الخروج من الأزمة ورفع الضرر وجبر الضرر لهاد المهنيين اللي هما عندهم علاقة وارتباط بالمواطنين والمواطنات اللي كيستعملوا هاد وسائل ديال النقل. بمعنى أن هذا جاء بناء على تصريح السيد وزير المنتدب المكلف بالميزانية، هذا جاء في معرض كلمته أنه قال احنا فعلا كحكومة اجتمعنا قبل ما نتلاقاو بكم وقلنا لا ما يمكنش خصنا ندعموا خلال هذه الأزمة ما له ارتباط بالمواطنين باش ما يتقاسوش في الجيوب ديالهم. فكان العكس، لأنه لاحظنا على أن الحكومة وخاصة يعني القطاعات الوزارية التي كلفت أنها تجتمع مع التمثيليات النقابية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بصفة عامة، ماشي لإيجاد الحل أو لإيجاد الصيغة المناسبة، وإنما لتبليغنا. احنا مشينا غير جلسات الاستماع ولكن تبلغنا. كيفاش القضيه ان السائقي سيارات الاجره ما خادوش الدعم؟ اصلا السائقين هما اللي تيخدموا شاجور هما اللي المحروقات هما اللي تيديو الثمن ديالها، صاحب الطاكسي راه تيتوصل بالروسيطه ديالو والسلام عليكم. بالفعل احنا كما لاحظتوا السي احمد، هو كان بيوم الاربعاء لما تم الاعلان على المنصه، وهذا ما تبلغنا به خلال يوم الاثنين، كنظن لما خانتنيش الذاكره 24 مارس كان اخر لقاء مع الوزيرين، وبلغونا على انه راه نهار الاربعاء غادي يتم الاعلان على المنصه، وغادي تكون رانا اشاره جميع المهنيين والمعنيين بهذا الاعانه. فتفاجانا في يوم الاربعاء ان السائقين المهنيين خصوصا في هذا القطاع تم إقصاؤهم. خرجنا للإعلام، خرجت شخصيا وانتقدت واحتجيت واستنكرت هذا السلوك، حتى غوتنا وحتى خلقنا ضجة في المغرب عبر وسائل الإعلام، هاد فطنات الحكومة ودارت صلحات الخطأ، دخلت السائق. ولكن الكيفية باش دخلت السائق ماشي هي ديك الكيفية، لأنه الأمور ملي كتجي بشكل عوج. كيفاش دخلت السائق؟ هادشي كيبقى ديالهم، لأنهم هما داروا واحد العمل دي يعني ما شاركوناش فيه، خلقوا منصه هالكيفيه ديال الاعانه، وبالتالي لانه هذه الكيفيه ديال هذه الاعانه ماشي هي بهذا الشكل، ما يعني حتى المهنيين ولو ان السائقين دابا راه دخلوهم من خلال المنصه، لانه داروا للسائق يعني المشغل او المستغل لسياره الاجره اللي هو عنده عقد كلا ما بينه عقد استغلال عفوا ما بينه وما بين مول الكريمة، انه يلتزم باش هذه المنحه او هذه الاعانه يوصلها، يعني على حسب ثلاث المستويات، اما لسائقين يشتغل بهذه السياره اللي حطوا المعلومات ديالها، او لسائقين او اكثر
من سائق، كاين السيارات اللي كيشتغلوا فيهم اكثر من سائق، وكذلك الخانه الثالثه اللي وضعوا فيها هذا الالتزام يعني ديال يعني المستغل. يعني الحكومه يعني دارت على هذا القرار، تفاعلت مع الطلبات ديالكم والاحتجاجات ديالكم في اطارات السائق، والتفاعل ما مشاش بالشكل المنطقي والمعقول، لانه بغض النظر على هذا هذا الخلل وهذا الارتباك اللي حصل للحكومه، ما يمكنش التعويض يكون مره واحده. ما غاديش يجبر، لان المازوت راه شفتوا الغازوال والبنزين فين وصل، وعندنا سياره اجره في الصنف الثاني اللي بدات اللي خدامه بالبنزين، يعني هاد السيارات الجديده ماشي كثار، ولكن الغازوال اللي كيوصل لواحد السعر اللي هو مهول وخطير. والان انا نقول كير الان السي احمد بانه السائقين ما بقاش قاد فين يخرج يخدم، لانه ولا خدام غير على حساب السياره الروسيطه وعلى مول الكريمه. هادشي علاش خدام، وعلى التامين، يعني باش هذا اشنو غادي ينتج من هذا العمل ديالو اليومي والشاق. ما كاين سائق اللي كيدير في ريال يعني 50 درهم 20 درهم وخدام يومين في هذا في الطاكسي، يعني الامور. بالنسبه لك انت الدعم اللي حصلتوا عليه كمهنيا النقل الطرقي ما تيفيش بالغرض، المشكل هو ولا بغات الحكومه تحل الاشكال هو التسقيف ديال هذه الاسعار المحروقات، يعني ما تبقاش غاده في هذه القضيه تاع الارتفاع اللي حتى واحد دابا ما عارف فين توصل. دابا بالفعل متفق معك، لان التسقيف كان تجربه، لان رئيس الحكومه اليوم راه كان هو عضو بارز في الحكومات السابقه، وكانوا داروا تجارب صندوق المقايسات، التسقيف اللي تكلموا عليه في البرلمان، وكذلك انه خلقوا واحد النقاش مع الشركات او الجامعات اللي موزعي هذه المواد، ولكن للاسف ما كانش النتائج متوخاه، حتى جات هذه السنه اللي جات بازمتها وجبدات لنا الخبايد الحكومه. الحكومه عاجزه، حتى التصريحات اليوم عبر الصحافه، تصريحات الحكومة السيد رئيس الحكومة أو المكون الحكومة، ما عطوناش البدائل، ما عطوناش الحلول، كيجيو يخرجوا لنا بتصريحات إعلامية. الحكومة عاجزة عن ماذا؟ عاجزة عن التدبير، فاشلة، يعني الفشل ديالها كيبان من الملامح، من الخطاب ديالها. الخطاب ديال الحكومة خطاب ما فيش حلول، ما فيش عزيمة، فيه غير تدمر واستياء، تيبينوا للمغاربه راه حنا الغالب الله كنديروا اللي علينا وصبروا معنا. هذا ماشي كلام، هذا ماشي كلام ديال المؤسسات ديال الدوله. يعني بالنسبه لك الحكومه فقدت واحد التصور لحل المشكل تاع الغلاء تاع الاسعار وبناء بطبيعه الحال، لانه من اللي تنقولوا وغير مؤخرا نبقاو في القطاع اللي تنتكلموا عليه، جامعه في قطاع النقل واللوجيستيك اعلنت اضراب من بعد هذا التفاوض ومن بعد الاعلان على المنصه، ما قبلتش العرض للحكومه، خرجت بقرار اضراب في الشمال في منطقه في ميناء طنجه المتوسط. الحكومه هرولت وكلفت السيد وزير النقل واللوجيستيك على انه باش يجتمع مع الجامعه، واجتمعوا، وكان يعني كانت الحلول من خلال انه رحنا غادي نحلوا المشكل، يعني كل من يعلن يشهر ورقه الاضراب غنجلسوا معاه، الا ما بغاش هذا المقترح راه غادي نمشيو لهذه الحلول. واش هذه حكومه تحترم نفسها؟ واش هذه حكومه غادا تقوم بالتدبير هذه الازمه الخطيره اللي كيعيش الشعب المغربي؟ ليس بحل باش غنقولوا فعلا راه غادي نعطيو تحرير لهذا القطاع نقل البضائع ولهذه الشركات، غنقولوا لها زيدي في التكلفه ديال النقل. ولكن باش هذا واش هو حل؟ باش نقول وجهه نظر اخرى، البعض يقول بان الحكومه هي راه قد راسها تتعيش واحد الوضع استثنائي، الحرب في اوكرانيا يعني التبعات ديالها، المشاكل اللي الاقتصاديه اللي ماشي المغرب بوحدو تيعانيها، مجموعه من الدول الاخرى، هذا ارتفاع اسعار المحروقات راه ماشي المغرب بوحدو، راه كاين حتى الدول الاوروبيه تتعيش نفس المشكل. شنو الرد ديال؟ الرد ديالي سي احمد هو ان الحكومات المتعاقبه وخاصة هذه الحكومة كنعيشوا معها نفس المآسي، وأنا غنردك للتاريخ، أنت عشتي معنا من 2005 وهذا الموضوع ديال الزيادة في أسعار المحروقات، ونحن نعيش على وقائع دائما الزيادة. المغرب ديما سبحان الله العظيم أي حكومة كتجي كتعيش معنا، واخا ما تكونش الحرب ديال أوكرانيا، ديما عندها أزمة، ديما أزمات خارجية، أزمات مع بعض الدول، أزمات ملفات وطنية، ديما كتربط هي دائما وتعلق أخطائها على شماعة الأزمات الخارجية، وهذا ليس بحل.
يعني اي رقاد دول العالم كله يعيشوا على وقائع الحرب الاوكرانيه الروسيه، ولكن التدبير ديالك انت كحكومه اعطينا التدبير ديالك، الملف ديالك فين وصلتي، شنو درتي، وخاص اجتماعات ماراطونيه انت كتخلص من الخزينه ديال الدوله. راه ماشي تنساوك، حنا ما تنساوش حكومه، حنا كنقولها غير كون تدبير معقلا واجتماعي معنا، وتكون المفاوضات جديه ونعطيو حلول. حنا خصنا نبحثوا كاملين على حلول، اذا ما تخرجيش انت في كل خرجه وتقول لنا اي حنا كنبحثوا. اش كتبحثوا؟ ماذا تبحثون؟ وحنا وخليتوا المجال امام الشركات وانتهاز بعض الشركات اللي كتنتعش اقتصاديا من الازمات، وماشي غير في هذه الازمه الاوكرانيه، حتى في كورونا. راه في كورونا كانت عندنا مشاكل، ولجنه اليقظه الاقتصاديه اللي نعسات ما عرفناش تقييم الحصيله ديالها، ما عطاتنا والو، جمعوا الفلوس فين مشى هذا الشيء، ما علينا، انا خصها تبقى عندنا مواكبه. حنا في كورونا لجنه اليقظه وباقي قانون الطوارئ نزل سريا، اذا راه هنا خصنا نعرفوا هاد الخطوات ديال الحكومه السابقه، وكذلك هاد الحكومه تعطينا عرض وتقييم الحصيله ديال كورونا من 2020 حنا في 2022، ماشي نبقاو شادين حنا غير ازمه ديال المحروقات والملفات الاخرى اللي كينتظروا فيها المواطنين حلول وتدبير الحكومه. ما الحكومه اللي كتخرج غير اسعار المحروقات، واش رئيس الحكومه انت صوتوا عليك المغاربه غا باش تبقى تخرج لنا وتقول لنا ازمه اسعار المحروقات؟ خصك تكون انتهيتي، لانك انت عنصر بارز. ولكن بعض الفضائح اللي خرجت انه تكلموا اليوم كنتكلموا على لسامير، لسامير هو تم التدشين ديالو في عهد محمد الخامس رحمه الله والحسن الثاني، من اجل انه باش يكون يعني العمل في هذا الاسامير لتخفيف التكلفه والعبء على الدوله المغربيه. علاش يتسد؟ علاش الشركات ما يتجمعوش والسي اخنوش اللي هو عنصر بارز في هذا العالم السوق ديال المحروقات، انه باش يلزم على هاد الشركات يديروا واحد الميزانيه ويخلصوا المديونيه على الاسامير ويتكلفوا بها هما، ومن بعد غادي نحسنوا من الاقتصاد الوطني في هذا المجال هذا. وهذا اقتراح موفق، ما يمكنش نخليو حنا الاسامير مسدوده ونعيشوا على الازمات ونتعشوا حنا اقتصاديا من الزياده في اسعار. راه قال لي من اللي كيقولوا المغاربه من اللي حيتك لقمت ليك، وكذا من بزيتك كنقليك. يعني هاد الزياده في اسعار المحروقات كنظن ان الحكومه خدات منا هاد الاهانه وبدات كتفرقها بشكلين يعني واحد الشكل خطير جدا، لانه كيقراو غير الحيان، ما كتكونش عندهم الموضوعيه في التدبير. لانه دابا الا سولت السي احمد السائقين شكون توصل بالاعانه، غيقول لك شي توصل وشي ما توصلش. يعني خداو الوقت ديال شهر ابريل، يعني ماشي كلشي خادم، لا ابدا. شهر ابريل حنا غنكملوه، غندخلوا في شهر ماي عاود ثاني غادي نطلقوا عاود البعض، يعني اعانه يعني مره واحده غتمشي على مراحل ديال الشهور. كاين الشهود اللي تيقول لك راه اعانه هي اعانه مره واحده هي الحل، لان شي ما تيدخلش في القانون الماليه. لا بغينا ندير واحد اعانه شهريه ولا خصها تكون متضمنه في القانون الماليه، وهذه غير مجرد اعانه من اجل تخفيف الضرر على السائقين تاع واصحاب التاكسيات ومهن نقل الطرق بصفه عامه. واخا سي احمد، لان في تعريض ان هذا الطرح مزيان، ولكن حنا الا ما كانش هذا الحل ديال الاعانه يعني راه هو حل ترقيعي خصو يدخل في القانون الماليه. على هذا التشريع اش كيديروا؟ اللي كيتخلصوا ناعسين، راه عندنا ازمه، راه عندنا حرب في البلاد، راه ازمه. اذا لابد من الدعوه الى دورات استثنائيه للازمه كما داروا في قانون الطوارئ، وصادقوا عليه دغيا لان طارئ. ايوا حتى هذا راه طارئ، وهاد الشريعة هي دخل سيدي بمقترح قانون كما دار حتى انا ضد جعد السيد وزير النقل. احنا ملي اجتمعنا معاه ما كانش مقترح ديال قانون ديال مقايسة الاسعار المحروقات والتنقل، حتى نضد جنبيه المفاوضات عاد غيتقدم بمشروع قانون، مشروع القانون المتعلق بمقايسة هاد التكلفة ديال النقل واسعار المحروقات اللي عرضيها على التشريع للمصادقة عليه. شي خصو يكون من قبل ويستافدوا جميع المهنيين، وما غاديش نضروا المواطنين. اليوم المواطن متضرر في كل المواد ماشي غير النقل، راه ممكن ان المواطن ما يركبش اسيدي يمشي على رجليه، ولكن المواد الاستهلاكيه اللي هي اساسيه. اليوم الزيت غير البارح راه تزاد فيه عاوتاني الثمن، اتاي تزاد فيه الثمن، يعني السكر تزاد فيه الثمن،
كل المواد اللي الخضار كذلك بقت اسعار دابا مهوله خطيره. يعني كيفاش غادي نحلوا هذه الازمه؟ الحكومه ما يعني كتقول كاين انسجام منسجمه، ما عندهاش مشكل، عندها اغلبيه مريحه، علاش ما تحوش لنا هذه المشاكل؟ علاش ما تسبق لنا هذه القوانين؟ وغادي مثلا كاين حلول اخرى، تخفيض الرواتب ديال البرلمانيين والوزراء، خص تكون روح المواطنه. كذلك هاد السيارات اللي هي كتابعه للدوله اللي كتحرق لنا في المازوت، حتى هي كذلك نقصوا منها، نقصوا من التكاليف ديالها. وهاد البرلمان اللي بغى يتنقل يتنقل من جيبه، ما يبقاش ياخذ هو الغازوال على حساب الدوله. ولا بغينا نحلوا الازمه، ماشي نحلوا الازمه على حساب المستضعفين وعلى حساب الفقراء والسائقين. اليوم احنا كنتكلموا على الموضوع ديال السائقين في كل انماط النقل، ونعطيك كذلك راه غير الاسبوع اللي فات كانوا مهنيين في قطاع نقل البضائع المركبات النفعيه، وراكم تبعتوا السي احمد في سوس ماسه، نظموا وقفه اضراب انذاري لانهم تقصاو. واش هاد الناس ما كينقلوش البضائع؟ واش ما داخلينش في المنظومه؟ الا كان المشكل ديال وزاره النقل واللوجيستيك ما دخلتهمش الادارات السابقه، اذا هاد الاداره خصها تدارك هاد الاخطاء ودخل هاد الناس. وكذلك كاين مشاكل احنا جايين فيها، مشكل البطاقه المهنيه، مشكل ديال من غير الغازوال ديال المراقبه اللي تيتكلموا عليه واحد العدد ديال الناقلين اللي يعني تطبيق قانون الحموله الى اخره، ولكن الارضيه ما نبقاوش نتكلموا. اليوم خدينا احنا جوج محاور، الحكومه خدات جوج محاور، المحور الاول المتعلق باسعار المحروقات، المحور الثاني المتعلق بالضرائب. ايوا هادو جوج مشاكل، واش غنحلوهم دابا؟ كيطلبوا وقت كما قلتي، كيطلبوا المصادقه عليهم، مقترح قانون دخول التشريع للمصادقه عليه للتخفيف من اوضاع الارباب وسائقي النقل الطرقي بصفه عامه. ولكن هذا التعثر وهذا كسب الوقت وهذا الحيل الخطيره اللي غادا بها الحكومه لن تجدي نفعا. حنا كنعيشوا في الازمه، والله العظيم الا كنعيشوا في ازمه، ولكن لا ندري غدا شنو غادي يوقع، لانه ما غاديش يبقى المهنيين كلهم صابرين، لابد انهم غادي ينتفضوا في وجه الحكومه، ينتظرون منها انها تلقى حلول. وفي هذا الشهر المبارك الكل يعاني، كاين الى فطر ما يتعشاش، والازمه ازمه. انا كنعيش مع المهنيين على الصعيد الوطني، الناس يعني في واحد الوضع خطير، وهذا مدروس، والناس يعني الغالب الله خدمه ما كايناش، الغالب ما كاينش الغالب الله. الغالب الله سي مصطفى، شكرا جزيلا على قبول الدعوه، متابعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.